تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالان وأبرز ما فيها. نائب رئيس جمهورية سومالان فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدعي ومشاركته في لقاء موسع. وزير الخارجية معالي سعد علي الشري وبرفقته وزير العدالة والجهاز القضائي أحمد فارح عضري واجتماع موسع مع مسؤول المجلس المحلي. كانت هذه أبرز العناوين، وإلى حضراتكم النشرة بالتفصيل. شارك نائب رئيس جمهورية سومالا فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي في لقاء موسع. هدف اللقاء من أجل مناقشة حالة الجفاف التي تشهدها البلاد وكيفية تجاوزها. شارك اليوم نائب رئيس جمهورية سومالا فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي في لقاء موسع. هدف اللقاء من أجل مناقشة حالة الجفاف التي تشهدها البلاد حاليا وكيفية تجاوزها. شارك في اللقاء مسؤولي الهيئات المحلية والعالمية، أعضاء من اللجنة الوطنية للإشراف على المناطق التي تشهد جفافا، وضيوف شرف آخرين. تحدث بكلمة مطولة نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي، حث من خلال كلمته كافة التجار والمستثمرين والهيئات المحلية والعالمية بضرورة مساندة ودعم الأهالي والمواطنين القاطنين في تلك المناطق والتي تشهد جفافا ونقصا حادا في المياه، لأن الجفاف يشكل خطر على المواطنين والحياة البرية بشكل عام، لذا يجب علينا مساندة بأسرع وقت ممكن من توفير برنامج غذائي واحتياجات الضرورية الأخرى اللازمة. شارك وزير الخارجية بجمهورية سومالان معالي سعد علي الشري وبرفقته وزير العدالة معالي أحمد فارح عضري في لقاء موسع أقامه مسؤولي المجلس المحلي لمدينة أرقيسة، وذلك لمناقشة وعرض التطورات والإنجازات التي قام بها المجلس المحلي. شارك اليوم وزير الخارجية بجمهورية سومالان معالي سعد علي الشري وبرفقته وزير العدالة معالي أحمد فارح عضري في لقاء موسع أقامه مسؤولي المجلس المحلي لمناقشة وعرض التطورات والإنجازات التي قام بها المجلس المحلي من زيادة الدخل والحملات التنظيفية والتوسيعية والمحافظة على المنظر العام للمدينة. وفي كلمة لمدراء الأقسام الوحدات بالمجلس المحلي ومدراء المناطق بالعاصمة هرقيسة، قدموا من خلال حديثهم شرحا مفصلا عن الإنجازات التي قام بها المجلس المحلي. وفي كلمة لوزير الخارجية معالي سعد علي الشري، أشاد بالجهود التي يقدمها المجلس المحلي لتطوير المدن وحثهم بمواصلة جهودهم للرقي نحو الأفضل. من جانب آخر، حث وزير العدالة والجهاز القضائي معالي أحمد فارح عضري بمواصلة الجهود التي يقدمها المجلس المحلي. وفي الختام، تحدث بكلمة عمدة العاصمة هرقيسة سعادة عبد الرحمن محمود عديد سلتلكو، شكر من خلال حديثه كل من حضر هذا اللقاء. شارك اليوم وزير الشباب والرياضة بجمهورية سومالان معالي عبد الله فارح وبرفقته كبار مسؤولي الوزارة في مناسبة رياضية، وقيمة الاحتفال بالذكرى الأولى لوفاة السكرتير السابق لمنظمة صحفيين سولجا المرحوم محمد رشيد. شارك اليوم وزير وزارة الشباب والرياضة بجمهورية سومالان معالي عبد الله فارح وبرفقته عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، من ضمنهم المدير العام السيد محمد حسين ربيعي. شاركوا في مناسبة رياضية وقيمة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لوفاة السكرتير السابق لمنظمة الصحفيين سولجا المرحوم بإذن الله محمد رشيد. هذا وشارك في هذه البطولة 7 فرق وطنية من كافة أقاليم الوطن. تحدث في البداية وزير الشباب والرياضة معالي عبد الله فارح، وجه من خلال حديثه التهنئة للفريق الفائز بهذه البطولة، مشيرا إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية وذلك لفائدتها ودورها الهام في إبعاد الشباب عن العادات الضارة وتسهيل الاختلاط الاجتماعي فيما بينهم. وفي كلمة المدير العام بوزارة الشباب والرياضة سعادة محمد حسين ربيعي، وجه الشكر والثناء لكل من ساهم في إقامة هذه البطولة، وأشار كذلك إلى أن المرحوم الذي أقيمت هذه المناسبة الرياضية باسمه كان من أولى الشخصيات في الوطن في تقديم الدعم والمساندة للشباب في الوطن، داعيا من الله القدير أن يسكنه فسيح جناته. وتحدث كذلك في المناسبة عدد من المسؤولين، حث من خلال حديثهم الشباب بضرورة الاستفادة من هذه الفعاليات الرياضية والابتعاد عن كل ما يعرقل مسيرتهم المستقبلية لتحقيق كافة الأهداف. هذا وتم في نهاية المناسبة تسليم الكأس للفريق الفائز. قام مسؤولي هيئة القرن الأفريقي الخيرية بتوزيع مواد غذائية ل300 أسرة للمناطق التابعة لسبوناك وسلحلي، وذلك لمساندة الأسر القاطنة في تلك المناطق والتي تشهد جفافا حادا. قام اليوم مسؤولي هيئة القرن الأفريقي الخيرية بتوزيع مواد غذائية ل300 أسرة للمقاطعات التابعة لسبوناك وسلحلي، وذلك لمساندة الأسر القاطنين في المناطق التي تشهد جفافا حادا في تلك المناطق. وفي كلمة لرئيس المشاريع بهيئة القرن الأفريقي السيد عبد الرحمن آدم عقه، قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن كيفية التوزيع وأهميتها لدى المواطنين القاطنين في المناطق التابعة لسبوناك وسلحلي من خلال توفير مياه وأدوية ومواد غذائية.
وحث من خلال حديثه كافة التجار والمستثمرين والهيئات الدولية والمحلية بضرورة مساندة المواطنين المتضررين من الجفاف. من جانب آخر، تحدث عدد من المواطنين شكروا من خلال حديثهم هيئة القرن الأفريقي لتوزيع المواد الغذائية وأن يجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة. تقبلوا مني وفريق العمل دائما أطيب المنى ودمتم سالمين.